كان عبد الرحمن بن مسلم فتى نقي السريرة حسن الخلق سريع البكاء خشوعا وتعبدا، وصادف أن رآه شيوخ العباسيين إبان دعوتهم السرية، فأعجب به إمامهم آنذاك إبراهيم بن محمد، فقربه إليه ورفع من شأنه وجعله موضع ثقته وصاحب دعوته، وكناه بأبي مسلم الخرساني. بيد إن الفتى الغض ذاك صار شيئا فشيئا أمة لوحده، فعلى شأنه وذا عصيته، ورضخت له الولايات والأمصار، وخضعت له رقاب العباد، وأريقت دماء اللاح حصر لها بغزواته وحروبه، حتى صار الرجل غير الرجل والطبع غير الطبع، فتحول من التبسط والوداعة إلى الغلو والخيلاء، فارتقى بنفسه أعلى من أسياده العباسيين، حتى ضمر له الخليفة أبو جعفر المنصور واستدرجه بالحيلة وقتله في المدائن وهو يتوسل الصفح والعفو. بدأت القصة في سنة 125 للهجرة، حين سجن رجل يقال له بكير بن ماهان في سجون الأمويين في الكوفة بتهمة الدعوة السرية لبني العباس. وقد كان ابن ماهان هذا بالفعل من دعاة بني العباس حينها، وأثناء وجوده في السجن التقى برجل يدعى عيسى بن معقل العجلي، وكان مع عيسى غلام يخدمه يدعى عبد الرحمن بن مسلم. ومع مرور الأيام وبينما هم في السجن، فاتح ابن ماهان صاحبه العجلي بالانضمام لدعوة العباسيين، فوافق الأخير واستجاب له. ويبدو أن ابن ماهان أعجب حينها بغلام العجلي وبحسن خلقه، فطلب أن يشتريه، فوافق العجلي أن يهبه بلا مقابل، فرفض ابن ماهان وقال لا والله إلا أن تأخذ ثمنه، فقال هو لك بما شئت، فدفع فيه 400 درهم، ثم أخرجه من السجن وأرسله لخدمة إمام الدعوة العباسية إبراهيم بن محمد. وما أن وصل الغلام إلى إمام العباسيين حتى دفعه إلى رجل من دعاتهم يدعى موسى السراج ليعمل معه سراجا وليتعلم منه ويتفقه في أصول الدعوة العباسية، فسمع الغلام من معلمه السراج وحفظ أصول الدعوة والتنظير وصار من أفضل دعاة بني العباس. وزادت مع الأيام منزلة الفتى لدى إمام العباسيين إبراهيم بن محمد، فقربه إليه وجعله من خاصته، حتى جاءت اللحظة الفارقة في تاريخ الفتى وتاريخ الدعوة العباسية، حين أمر الإمام إبراهيم بالجهر بالدعوة، وكلف غلامه بأن يتولى هو بنفسه الجهر بها من خراسان، وهو لم يكن حينها إلا في 19 من العمر. ويومها اقترح الإمام على غلامه أن يغير اسمه من عبد الرحمن بن مسلم إلى أبي مسلم الخرساني، وانطلق الخرساني بالدعوة وحاز الولايات واحدة تلو الأخرى، وقتل قادة الأمويين وهزم واليهم على خرسان نصر بن يسار، وانتصرت به جيوش العباسيين حتى تولى أبو العباس السفاح الخلافة بعد وفاة إمامهم إبراهيم بن محمد، وكان أول خليفة للعباسيين، والذي قام بدوره بتعيين أبي مسلم واليا على خراسان. لكن يبدو أن الخرساني اغتر بنفسه وهو يرى الرقاب دونه والولايات بحكمه، وتناط به الألقاب مدحا وثناء، فساعة هو صاحب دولة العباسيين وساعة هو أمير أهل البيت، الأمر الذي جعله يترفع حتى على أمراء العباسيين أنفسهم بما فيهم أبو جعفر المنصور الذي كان حينها الرجل الثاني في الدولة بعد أبي العباس السفاح. وبرز الشقاق بين الرجلين حين أرسل أبو مسلم إلى الخليفة أبو العباس السفاح يستأذنه بالحج سنة 136 للهجرة، وكان أبو العباس يعرف جيدا أن الخرساني يريد من وراء ذلك أن يكون هو أمير الحج، وهذه منزلة رفيعة حينها كانت لا تمنح إلا لأمراء الخلافة أو المقربين منهم. وما كان السفاح حينها راغبا بمنح الخرساني المزيد من الدعم، فكتب إلى أخيه وولي عهده أبو جعفر المنصور، وكان حينها واليا على أرمينيا وأذربيجان والجزيرة الفراتية، بأن توجه أنت للحج لتكون أنت أمير الحج هذا الموسم. وحين علم أبو مسلم
قال غاضبا: أما وجد أبو جعفر غير هذا العام للحج؟ فخرج هو بحاشيته إلى الديار المقدسة قبل أبي جعفر، وصار موكبه المهيب يكسي الأعراب ويحفر الآبار ويشق الطرق، وهو حينها يتعمد أن يظهر للرعية أنه أفضل من أبي جعفر، وهو أمر أغضب بني العباس وزاد كرههم له. وعند انتهاء موسم الحج عاد أبو مسلم قبل أبي جعفر، وبينما هو في الطريق بلغه وفاة الخليفة أبو العباس السفاح، فكتب لأبي جعفر معزيا بالسفاح، لكنه لم يهنئه بالخلافة ولم ينتظره في المسير، الأمر الذي أغضب الخليفة الجديد أيما غضب من الخرساني. وفي هذه الأثناء بلغ أبو جعفر المنصور أن عمه عبد الله بن علي رفض مبايعته ودعا بالخلافة لنفسه، فقرر المنصور أن يرسل أبا مسلم لمحاربته في حران حيث يقيم الأخير. وكان أبو جعفر له قصد من وراء ذلك، وهو أن جيش أبي مسلم كله من الخرسانيين، وهم قوم لهم عداء وثأر مع عبد الله بن علي، لأنه سبق وأن قتل منهم جمع كبير، فأراد أن ينتقم من عمه بجنود أبي مسلم. وقد توجه أبو مسلم بالفعل إلى الجزيرة الفراتية في طريقه إلى حران لمحاربة مدعي الخلافة. وينقل الطبري عن نائب والي أرمينيا آنذاك الحسن بن قحطبة، والذي انضم بأمر من الخليفة إلى جيش أبي مسلم في الجزيرة الفراتية، ينقل عنه قوله أن رسائل أبو جعفر المنصور كانت تصل إلى الخرساني فيقرأها ثم يلوي شذقه، بمعنى يلوي جانب فمه ساخرا، ويرمي الكتاب إلى صاحبه أبي نصر فيقرأه ويضحكان استهزاء. وخاض أبو مسلم الحرب وانتصر على عبد الله بن علي بعد 6 شهور من القتال، وجمع ما كان في معسكره من أموال وجواهر فوضعها في حظيرة وعليها حارس من قادته. وهنا بعث المنصور رسالة إلى الخرساني بيد رسول يدعى أبا الخصيب أن أحصي لنا ما جمعت من الغنائم واكتب لنا عددها ونوعها. فغضب أبو مسلم وهم بقتل الرسول، إلا أن حاشيته تدخلوا ومنعوه وقالوا إنما هو رسول فخل سبيله. وقيل أن أبا مسلم قال غاضبا: أأمين على الدماء أنا خائن في الأموال؟ وحين عاد الرسول إلى الخليفة أبي جعفر المنصور روى له ما جرى وقال له: كاد أبو مسلم أن يقتلني. وهنا ثارت ثائرة المنصور وبدأ يهم بالحيلة لاستدراج أبي مسلم وقتله، وكان أول ما فكر به هو عزله عن حاضنته التي تدعمه في خرسان، فكتب له وهو ما يزال في حران: أني أوليك مصر والشام فهي أفضل لك من خرسان، فأقم في الشام واجعل أي قائد من طرفك على مصر حتى تكون قريبا من الخليفة، فإن أحب لقاءك أتيته من قريب. فلما قرأ أبو مسلم الكتاب غضب غضبا شديدا وقال: بل يوليني مصر والشام وخرسان، وإني عائد إلى خرسان. ويقول الطبري: تلك كانت اللحظة التي قرر فيها أبو مسلم التمرد على المنصور، وتوجه بالفعل من أرض الجزيرة الفراتية إلى خرسان. فسمع المنصور بذلك فخرج هو بدوره من الأنبار حيث كان يقيم إلى المدائن، وكتب إلى أبي مسلم وقد وصل الزاب في طريقه إلى حلوان أو ما تعرف بسربيل زهاب اليوم: أن أقدم علي. فرد أبو مسلم في رسالة قال فيها: إنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدوا إلا أمكنه الله منه، وقد كنا نروي على ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء، فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت، حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقرنها السلامة، فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك، وإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ظنا بنفسي. كما أن الطبري ينقل عن رواة آخرين أن المنصور طلب من ولي عهده عيسى بن موسى وأمراء آخرين أن يكتبوا لأبي مسلم يطمئنوه ويدعونه للقدوم عليهم، وأن يلتمس رضا الخليفة، وأن يحذروه عاقبة الغدر. وإن أبا جعفر أرسل الكتب بيد أبي حميد المروروذي،
إلى أبي مسلم وقال له: تحدث معه بلين ومنه وأعلمه أني رافعه وصانع به ما لم يصنعه أحد، إن هو صلح وراجع ما أحب، وإن أبى فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: لست للعباس بشيء، وأنا بريء من محمد صلى الله عليه، إن تركتك تمضي مشاقا ولم تأتني، ولن أكل أمرك إلى أحد سواي، فأنا ماض في قتالك بنفسي، ولو خضت البحر لخضته وراءك، ولو اقتحمت النار لاقتحمتها وراءك، حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك. ووصل رسول الخليفة إلى أبي مسلم وهو في حلوان، فسلمه الرسالة وقال له: أن الناس تنقل لك عن الخليفة ما لم يقل، وخلاف ما عليه رأيه فيك حسدا وبغيا، يريدون إزالة النعمة وتغييرها، فلا تفسد ما كان منك، وكلمه يا أبا مسلم: أنت لم تزل أمين آل محمد، يعرفك بذلك الناس. فرجع أبو مسلم إلى مستشاريه فقالوا: لا تسمع له، وامض إلى الري، فإن استقام لك استقمت له، وإن أبى كنت في جندك. فأبلغ أبو مسلم الرسول بأنه لن يذهب معه. وهنا تحدث الرسول بما أمره أبو جعفر المنصور من وعيد وتخويف، حتى ارتعب أبو مسلم وانكسر خوفا، وبعد طول تفكير وافق على الذهاب معه إلى المدائن، وكتب إلى الخليفة يخبره بأنه منصرف إليه. وما يثير السخرية هنا أن أبا مسلم كان يؤمن بما قاله له منجم ذات يوم بأنه لن يموت إلا قتيلا على يد الروم، فاستبعد أن يقتل على يد المنصور واقتنع بالعودة. وينقل رجل من حاشية أبي جعفر المنصور يقال له أبو أيوب أنه سأل الخليفة: ها هو أبو مسلم قد وصل، فما أنت فاعل به؟ قال: أريد أن أقتله حين أنظر إليه. فرد عليه: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، إنه يدخل معه الناس وقد علموا ما صنع، فإن دخل عليك ولم يخرج لا نأمن البلاء، ولكن إذا دخل عليك فأمنه وأذن له بالانصراف، ثم استدعه في اليوم التالي فاقتله. ففعل أبو جعفر ذلك وقال لأبي مسلم حين وصله: انصرف يا عبد الرحمن الآن، فأرح نفسك وادخل الحمام، فإن للسفر قشفا، ثم أغدى علي. فانصرف أبو مسلم وانصرف الناس معه. وفي اليوم التالي استدعى أبو جعفر رجل يقال له عثمان بن نهيك، فطلب منه أن يكلف 4 من الحرس بقتل أبي مسلم، وقال لهم: كونوا خلف الرواق، فإذا صفقت فاخرجوا فاقتلوه. ثم أرسل بعد ذلك لأبي مسلم يستدعيه. ويقول الطبري إنه ما أن دخل أبو مسلم على أبي جعفر حتى بدأ الأخير يذكره بكل ما كان منه، وإنك فعلت وفعلت. فرد أبو مسلم قائلا: ليس يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني. فرد عليه المنصور: يا ابن الخبيثة، والله لو كانت أمة مكانك لأجزت ناحيتها، إنما عملت ما عملت في دولتنا وبريحنا، ولو كان ذلك إليك ما قطعت قتيلا واحدا. ثم شتمه، وأبو مسلم يفرك بيديه ويعتذر إليه. ثم صفق أبو جعفر، فدخل عثمان بن نهيك فضرب أبا مسلم فلم يرد عليه، ثم ضربوه الحرس 4 بالسيوف فسقط، وقال وهم يضربونه: العفو العفو. فرد أبو جعفر: يا ابن الأخناء، العفو والسيوف قد اعتورتك؟ اذبحوه. فذبحوه، وذلك في شعبان من سنة 137 للهجرة. وأنشد أبو جعفر يقول: زعمت أن الدين لا يقتضى، فاستوف بالكيل أبا مجرمي، سقيت كأسا كنت تسقي بها، أمر في الحلق من العلقمي.